بتاع الحرف البي البي، فبتحطي ورقة، فالمفروض ان الهواء اللي يطلع من بقك يحرك الورقة، بعكس اللي انت لما بتنطقي اللي هي في بي اللي هي النحلة، المفروض ان الورقة دي ما تتحركش خالص. تمام، يبقى المفروض احنا هنا بنقول بي، انما هنا بنقول بير بير بيش بول بي، بتضغطي عليها وانت بتقوليها. ده الفرق بين يعني مثلا انا عندي بوك بقولها عادي بوك، صح؟ عمرك سمعت حد بيقول لك بوك بوك كده كده؟ لا، يبقى هو بينطقها غلط. في حين ان هو بان بان، بنضغط عليها نقول بان بان، بتطلعي هوا وانت بتنطقيها. والكلمتين دول اوضح من كل الكلمات اللي هو حاططها، ليه؟ لان انت عارفاهم اصلا، فالمفروض تقولي بوك وهنا بان بان. اقعدي بقى اعملي عليهم الكلمتين دول براكتس كده، اتمرني عليهم علشان تعرفي انت بتنطقي كل واحده فيهم ازاي. ده بالنسبه ليسون 3. طيب خلاص، فالمفروض هنا بيقول لك ايه دلوقتي؟ في كلمات بتبقى بسايلنت ليترز، كلمات الحروف بتبقى سايلنت، مش الكلمة كلها، لا الحروف بتبقى سايلنت. letters we don't pronounce، احنا ما بننطقهاش. فالمفروض ان احنا البي لما بتيجي في الاخر climb، يعني انا هقول climb climb، المفروض هي الصح كده climb، ما تحسيش ان انا نطقت الايه البي. في حين ان البي دي لما بتيجي في الاول انا بقولها book book، فبتبقى واضحة. تمام، يبقى احنا عرفنا ان ال P لما تيجي في الاخر at the end of the word فالمفروض احنا ما ننطقهاش. طيب ايه تاني عندي silent؟ ال W في الاول، ال W في الاول زي right right، انا اول حرف نطقته ايه لما اقول right؟ الأور بالظبط، السكند انا ليت نطقت W سكند ليت ابدا. تمام، خالص. يبقى ال W في الأول silent تماما، يعني مثلا زي كلمة ايه؟ هقول لك، أنا مثلا هقول لك ايه؟ where where، أنت حسيت ما تحسيش بيها خالص، تحسيها silent تماما. يبقى ال W في الأول بتبقى ايه؟ silent زي right. طيب ايه تاني؟ فألف من الحروف دايما بتبقى silent لما تيجي في الأول ال K. تمام، الكي ازاي؟ انا عندي ني، ناخد الني ناحية تانية، انا عندي الركبة ني، يبقى انا طقت ايه؟ الان. عندي نايف اللي هي السكينة، برضك نو نايف انا بدأتها بايه؟ برضك برضك نو I know this question كده. I know roughly. ميس الشير أفضل ميس معاكي يا سلمى، معاكي يا سلمى، ترجمة استني. هو فصل كده لحظة ورجع تاني، لما بيفصل الباب كان قافل المايك. بس انت قولي لي كده، يا ميس يا ميس وانا عمالة اتكلم، انا هاخد بالي. هما غيروا اللي هو الجدول بتاع قطع الكهرباء ده، للأسف كل شوية يغيروا. اللي انا اعرفه انهم بيقطعوا الكهرباء وبيقطعوها الصبح عشان عندنا امتحانات يعني عشان الامتحانات بالظبط، فللأسف دوت برضو
اثر. انا كده كده بشغلها بالباقه، بس المشكله ان شبكه النت نفسها هي اللي بتبقى كلها متاثره، بتقطع الكهرباء. تمام. فانا دلوقتي يا سلمى كنت بنتكلم على الكي في الاول الكلام، خاصه لما بيجي وراه حرف الان، الكي ده بيبقى سايلنت، ما بننطقوش. زي ني، ني اللي هي الركبه، فانا اول حرف بنطقه ني اللي هو الان. وكذلك لما بنطق بقول نايف، نايف اللي هو السكينه. وفي كمان كلمه فارس، عارفه الفارس ازاي بالانجلش يا سلمى؟ بيتكتب كده، استني استني همسحها واكتبها من الاول. اسمه ايه؟ اسمه ده بحط قبل كلمه نايت كي، تمام كده. بس هي ما بتتنطقش الكي دي، هنا ما بتتنطقش، فانا بقول نايت، نايت ده اللي هو الفارس. تمام. هاجي اكتبها ازاي؟ هكتبها نايت بس ازود الكي، بس طبعا زي ما احنا قلنا الكي في الاول وراها ان بتبقى سايلنت. تمام. مش بس كده، انا عندي في اور، اور الاتش جت في الاول وراها او، فالاتش بقت سايلنت. انا بقول ايه؟ ما بقولش هاور، بقول اور. تمام. الاتش سايلنت. حلو لحد كده يا كلمة؟ طيب برضو الحرف التي، حرف التي عموما في كل الانجليش انا لما باجي انطقه ما بقولش ايه، ما بنطقش التي. ازاي ما بنطقش التي؟ التي ده لازم يكون سايلنت، ولازم يكون يعني خفيف على قد ما اقدر. قال لي كلمة كاسل، انا نطقت التي، لا ينفع اقول كاستل؟ لا عمرك سمعت حد قال كاستل؟ لا، تبقى غلط، يبقى هي ايه؟ كاسل. طيب ايه تاني؟ مثلا حرف التي لو جه في اي كلمة في النص اعرفي على طول ان هو بيبقى سايلنت. امال امتى هنطق التي؟ انا هنطق التي لما بيجي في اول الكلام، زي كلمة تاي، تاي تاي اللي هي الجرافطة او اربط. تاي في الاول هنطق التي. تمام. طيب عندي ايه مثلا؟ تو نايت، هذه الليلة، هنطق التي. عندي مثلا ايه تاني تبدأ بالتي؟ تومورو، هنطق التي، عشان هم جم ايه؟ جم في الاول. انما التي لو حطيتها في وسط الكلام خلاص انا هخليها سايلنت وما اضغطش عليها وانا بنطقها. تمام. قال برضو كلمة ايلاند، ايلاند طبعا في ناس بتغلط وتقول عليها ايزلاند، طبعا كلمة ايزلاند غلط، لان الاس هنا سايلنت، الصح بتاعها ايه؟ ايلاند. طيب زمان كنا بننطقها، زمان بقى قوي يا سلمى، كانت كل الناس بتقول عليها ايزلاند، وبعد كده عرفنا لا، دي الاس دي هنا في الموضع ده قبل طبعا ما يطلع الديكشناري اللي احنا بنستخدمه لحد زمان قوي، الاس دي هنا في الموضع ده سايلنت. تمام. وان هي بتتقال ايلاند. طيب ايه تاني؟ قال حرف الجي، حرف الجي فين؟ في ساين، في ساين، انا ما بنطقش الجي خالص. طيب معظم البرونسيشن معظمهم ملهمش قاعدة ثابتة، يعني معظم الكلمات اللي احنا ممكن نمشي عليها احيانا كتير بيطلع لهم شواذ، irregular. خلاص، فإلى حد ما احنا هنذاكر القاعدة، بس هنحط في الاعتبار ان احيانا كتير بتطلع لنا حاجات في الانجليش irregular. خلاص، ده كان درس البرونسيشن بتاع النهارده. طيب listening script يا انا سلمى، بسمع حضرتك اللي هو يعني ايه علاقة ال regular بحاجة زي ال regular irregular في pronunciation، يعني irregular، irregular غير منتظمين في pronunciation كنطق. يعني احنا قلنا القاعدة دي صح، قلنا قواعد الحروف السايلنت، ولكن عايز هو يقول لك وحطي في اعتبارك ان ال pronunciation in English بيجي كلمات irregular، يعني ايه؟ حاجات برضو هتبقى غير منتظمة في النطق كنطق، مش كقاعدة كتابة، لا في النطق pronunciation. تمام. فهو إيه؟ احنا هنمشي على القاعدة دي، بس يقول لك خلي بالك ممكن احيانا يطلع لك كلمة ما تمشيش على نفس القاعدة، بس فهمتيني؟ اوكي. طيب دي كانت القاعدة بتاعت ال silent letters in words، الحروف اللتر، الحروف السايلنت اللي بتيجي لي في الكلمات. تمام.
listening script. هو عايز هنا يقولك ايه؟ he was climbing. قول. معايا؟ طب الشير كان موجود؟ انا اتخضيت قلت هو الشير موجود؟ موجود. موجود. تمام. he was climbing on an on an island تمام with his two cats بالقطتين بتوعه. he fell onto a beach. هو وقع على الايه؟ على الشط. and hurt his ايه بقى؟ wrist. حلو. يبقى ال W في الأول ايه احنا عملنا لها ايه؟ دبليو عملنا لها عملنا لها بالظبط، عملنا لها drop، اسقطناها او خليناها silent. تمام. جرح ايه الورست بتاعه اللي هو الايه المعصم. ريست. yes but he was very lucky. هو كان محظوظ جدا. he had ايه كان معاه ايه؟ نايف. حلو، كان معاه سكينة. so he could make a bandage and write a message in the sand. فبالتالي هو عمل bandage and write، كتب رسالة على الساند وعمل ايه؟ عمل روبوت دوت. 2 hours later بعدها بساعتين people came to save him. الناس قام وانقذوه. هنسقط كده اللي هو بتاع ال pronunciation دوت، وتخلينا ناخد الايه الليسون اللي وراه. تمام. يلا writing project. آخر انا لسه عندي تمام ده اخر لسه، عشان عايزه بقى في كتاب كده هبعتهولك ونقعد نذاكر منه. خلاص. طيب انا عندي الكي فوكابري. يلا يا سلمى. تورنيدو سان يس. ستور فلود اكستريم هيت كولد دارك كاندلز اون سيف اون سيف الكتريك شوك الكتريك وايرز باور كات لايتنينج تورش Excellent. Extra vocabulary. بلاس ميت وايت بيلدينج مايت سادنلي شيد Closure, afraid, scarf, boots, frightening, window, leaflet, leaflet, light, possible, tip, air conditioning, scared, scared. تمام. طيب conjunction of verbs destroy Destroyed. twist Twist, twisted, twisted protect protecting, contact contact, contact, contact. تمام. heart hurt, 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 heart heart heart. shut shut, drive draw, stand stood. strike Track. track. تمام. get dark يعني المنطقة أصبحت ظلام أكتر. get dark ظلمت أكتر. as much as possible على قدر الإمكان. piece of أجزاء من. move away يتحرك بعيدا. get better يتحسن. sorry get bigger يكبر. turn off يطفي. تمام. طيب it's not safe to touch the، ليس من الأمان إن إحنا نلمس إيه. Electric wires. تمام. is very important on hot days. Air conditioning. yes the tornado scares me. it's It's frightening. تمام. listening and training. يلا نشوف اللي هو كان الموضوع الدرس النهارده بيتكلم على التورنيدو اللي هو الإعصار. انا هقرا اول باراجراف وانت بقى كمل. I was at school with my classmates then it started to get dark we went outside then I saw the tornado and it was very frightening. هو كان في المدرسة مع زمايله، فجأة لقوا الدنيا ايه ظلمت كده عليهم، فما فهو we went outside خرجوا بره then I saw the tornado شاف التورنيدو and it was very frightening يعني كانت شكله مخيف جدا. تمام. يلا يا سلام. It was a very big white black cloud
As it came near us, it was getting bigger and it was twisting around. We could see things in it, like doors and bits of houses. تمام. It was a very big, كان كبير أوي, وايد عريض. تمام. A black cloud, يعني هي كانت عبارة عن سحابة كبيرة عريضة. As it came near us, وكانت جاية عمالة تقرب منهم. It was getting bigger, كانت عمالة تكبر. And it was twisting around, twisting يعني عمالة تلف حواليهم كده. We could see things in it, كانوا قادرين يشوفوا حاجات فيها. Like doors, زي بيبان, يعني هي كان الإعصار نفسه جواه بيبان, يعني فاهمة جواها. And bits of houses, وأجزاء من منازل. يلا حبيبتي. When it was closer, it got even wider and darker. The next day, we found out that the tornado hurt a lot of people and destroyed many homes and other buildings. تمام. When it was closer, لما قربت أكتر, it got even wider and darker, حتى أصبحت أعرض وأظلم يعني. The next day, اليوم التالي, we found out that, هم وجدوا الآتي, the tornado hurt a lot of people, إن هي أصابت ناس كتير, and destroyed many homes, ودمرت بيوت كتير, and other buildings, ومباني أخرى. تمام. يلا يروح. One day, my family and I were driving through the desert to visit my cousins. After 3 minutes, I looked out of the window and saw a sandstorm. Soon, there was a lot of sand in the air outside the car, and it was very difficult to see. We closed all the windows, but it was now very dark. There were other cars on the road. Were they going to hit us? I was really scared. My father moved the car off the road and we stopped. We didn't see any more cars on the road, but the sandstorm moved very slowly. Then suddenly it moved away. We saw the sun again and drove on through the desert. تمام. One day, في يوم, my family and I were driving through the desert, أنا وأسرتي كنا بنقود في الصحراء. To visit my cousins, يبقى هما كانوا رايحين يزوروا مين؟ ال cousins بتوعهم اللي هما أبناء الأعمام. After 20 minutes, بعد 20 دقيقة, I looked out of the window, أنا بصيت من الشباك, and saw a sandstorm, وشاف عاصفة رملية. تمام. Soon there was a lot of sand in the air outside the car. Soon يعني على طول, لاحقا, شاف كثير من الرمال في الهواء. Outside the car, كانت بره العربية. And it was very difficult to see, وهم كان حقيقي صعب جدا ان هم يشوفوا. We closed all the windows, قفلوا جميع الشبابيك. But it was now very dark, ولكنها ظلمت. There were other cars on the road, كان في عربيات تانية طبعا على الطريق. Were they going to hit us, كانوا خلاص هي ايه هيخبطوا. I was really scared, هو حقيقي كان خايف. My father moved the car off the road, ان بابا وقتها حرك العربية عن الطريق, يعني مش عن الطريق شوية عشان ما فيش حاجة يعني تخبطهم. And where we stopped, وتوقف. We didn't see any more cars on the road, حقيقي ما كانوش قادرين خلاص يشوفوا أي عربيات تاني على الطريق. But the sandstorm moved very slowly, بتتحرك ببطء شديد. Then suddenly it moved away, وفجأة مشيت خلاص. Moved away, اتحركت خلاص ومشيت. تمام. We saw the sun again, شفنا الشمس تاني. And drove on through the desert, وقضنا تاني مرة أخرى عبر الصحراء. تمام. طيب, tips for keeping safe, الخطوات أو النصائح اللي تخليكي آمنة. In extreme heat, في الحرارة الشديدة, جو لما يكون حر قوي, eat small light meals, بالمفروض ان احنا ناكل وجبات صغيرة وخفيفة. ليه؟ لان المفروض ان ال heavy meals, الوجبات الدسمة او التقيلة او اللي هي fatty meals, هتخلينا نشعر بحرارة اكتر, صح؟
فالمفروض احنا ناكل ايه؟ eat small light meals, try to spend time in cool buildings with air conditioning, حاولي ان انت تقضي وقت في مبنى يكون بارد ومعاكي التكييف بتاعك او مشغله التكييف. drink a lot of water even if you don't feel thirsty, اشربي ميه كتير حتى لو انت مش عطشانه. wear light cool clothing, هتلبسي ملابس فاتحه وباردة. يبقى light ممكن تبقى بمعنى light meals تيجي وجبة خفيفة, وممكن تبقى light clothes. تمام. open the windows when there is a cool wind, ممكن تفتحي شباك لو في هواء منعش كده ورطب. don't go outside if you must go outside stay in the shade, ما تخرجيش بره. ولو المفروض لازم يعني مضطرة انك انت تخرجي, يبقى stay in the shade, اقعدي في الظل. تمام. طيب ده بالنسبة لإن extreme heat في الحرارة الشديدة. طيب in a sand storm في العاصفة الرملية نعمل ايه؟ wear a scarf to protect your face, البسي وشاح او زي شارب كده عشان تحمي وشك. stay inside so the sand can't get in your mouth, خليكي بداخل شيء ما حتى علشان الساند ما يخشش جوه بقك. drive to the side of the road, قودي لحتى جانب الطريق. so you can stop your car, لحد ما تقدري توقفي عربيتك. طبعا لو انت ماشيه في نص الطريق مش هينفع توقفي العربيه, هنوقف العربيه فين؟ side of the road. تمام. فهنوقف العربيه drive to the side of the road so you can stop your car. Make sure your windows are shut so no sand can get in. يعني اقفلي الشبابيك أو تأكدي إن الشبابيك مقفولة كويس علشان الرمل ما يخشش. Cover your head and face as much as possible. غطي راسك ووشك على قد ما تقدري. Turn off air conditioning to stop sand coming in. واقفلي الكونديشن, اقفلي التكييف علشان الرمل ما تخشش جوه. طبعا لو انتي في العربية فالاير كونديشنينج ده بيبقى متوصل ببره قوي, فاقفليه لانك لو شغلتيه هيدخلك الرمل. تمام. هاب طيب هاو تو كيب سيف ان ستورم. طب لو دي بقى مش ساند ستورم, لا ستورم بس, هاو تو كيب سيف ان ستورم, ازاي نبقى في امان في العاصفة. وات مايت هابن ان ستورم, ايه اللي ممكن يحصل في الستورم؟ there might be very strong winds, هيبقى في ايه؟ ربما تكون في رياح قوية جدا. There might be heavy rain and lightning, ربما يكون في امطار شديدة and lightning ده اللي هو الايه؟ البرق. It might not be safe to go outside, مش هيبقى من الامان ان احنا نخرج بره. Electric wires could fall, لان الاسلاك الكهربية ممكن ايه؟ تسقط. There might be a power cut, ممكن يحصل انقطاع في تيار الكهرباء. People on the street, in houses, in cars, or in cars might need your help. خلي بالك الناس اللي في البيوت أو في الشارع, في البيوت أو في العربيات ممكن يحتاجوا المساعدة بتاعتك. بصي في الجملة دي يا سلمى, قلت في ال street حطيت قبلها preposition on, بقت on the street. تمام. مش in the street. طيب ال houses, in houses, خدت in. طب العربات, in cars. يبقى خلي بالك الجملة دي ممكن تجيلك بيسألك على ال preposition, يبقى ال street الشارع هتحطي له قبلها on the street, in houses, in cars. ماشي يا سلمى؟ تمام معايا؟ طيب تمام. How can you protect yourself? طيب ازاي تحمي نفسك؟ Stay inside and keep dry, خليكي بالداخل وخليكي جافة. Make sure you have candles and torches, there might be a power cut, خلي بالك لازم يكون معاكي شمع او torches, اللي هي torches عارفة اللي هي بتاعت اللي هي الكشافات ديت. تمام. there might be a power cut يعني انقطاع في التيار الكهربائي. contact your friends and family to check they are safe, تواصلي مع اصدقائك ومع اسرتك طمني ان هم كلهم بخير. don't go anywhere by train, this could be unsafe, وخلي بالك ما تسافريش وقتها او تركبي الترين, ليه؟ علشان الترين وقتها unsafe, غير آمن.
Help anyone who is afraid. ساعد أي شخص حاسس إنه خايف. Don't stand under trees in case light. ما تقفيش تحت الشجرة في حالة حدوث البرق. خلي بالك لأن الشجرة دي أصلا ممكن توقف. Don't near wires. برضو ما تبقيش جنب الأسلاك الكهربائية. They could fall and give you an electric shock. ليه ممكن يسقطوا ويحصل لك إيه لا قدر الله، يعني يحصل لك electric shock اللي هو الصعقة الكهربائية أو الصدمة الكهربائية. تمام؟ تعالي بقى نشوف ال general types. كده احنا خلصنا Do the الدرس. correct answer from A, B. آه الحمد لله خلصنا الحمد لله. So, do the correct answer from A, B, C or D. How can we keep in the in extreme heat? الصقر كيف؟ تمام. Try to spend صح تمام. بصي يا سلمى مش هعلم عليه، انت ممكن بعد السيشن تحل تاني، تحلهم تاني. تمام ما فيش شيء. ما هتجيش في الحالة تلاقيش. يلا يا روحي جه. لا، طيب بيقول استني كده دقيقة. ان النت بتاع حضرتك بيقول ان النت اللي هو مع ان انا عندي شبكة ان هي الشبكة المفروض انها قوية مش عارف. طيب ها اول ما يجي قولي لي. تمام. طب لا الكتاب الكتاب طب ممكن هقول لك على حاجة، تعملي شير تاني. اعمل شير تاني. طيب كتاب قدامك يا سلمى. الكتاب طيب لو ما عملش شير المرة دي هنروح نعمل ايه؟ نحل على طول. تمام. Number two, try to spend time in cool buildings with. تقعدي كده في مبنى شغالة ايه؟ ها air condition. تمام. Go outside if there is a sandstorm. Don't. Don't. تمام. Don't go outside. ما تخرجش بره لو في sandstorm. Scarf to protect your face in the sandstorm. Where? مين فيهم بقى؟ Where? طيب A B C ولا D؟ B يعني صح؟ صح؟ برافو عليكي. يبقى دلوقتي أنا لما باجي أديكي نصيحة أو أديكي أمر، خلي بالك يا سلمى، بحط الفيرب لما ببدأ بالفيرب من غير ما أعمل له أي adding without any adding، أو يعني زي ما بتقولوا كده زي في الستم يعني هنا where. تمام. لو انا عايزه اخليها بالنيجاتيف هحط دونت، ولا ديدنت ولا دازنت ولا ارنت ولا ايزنت ولا الكلام ده كله. دونت يعني لا تعملي. دونت اوبن ذا ويندو، ما تفتحيش الشباك. دونت جو اوت. تمام. اقول لك كيب انسايد، خليكي بالداخل. ما ينفعش اقول كيبس، ما ينفعش اقول كيبينج يور سيلف. هي كيب انسايد ذا هاوس، خليكي بداخل البيت. تمام خلاص. يبقى هنا وير سكارف من غير ما اضيف لها اي شيء without adding. اوعي تخليهم يلخبطوك، اوعي تسمح لهم يلخبطوك. لا، ال verb إذا هو ال first word in the sentence هيكون في ال تمام. infinitive. في الستم ده بصيغة الأمر، بصيغة الأمر بتبقى في الستم. تمام. طيب read and match A with B. I will make you leaflet. خلاص. إيه بقى؟ I'll make a leaflet. to stop لا with my classmates تمام. In extreme heat. extreme heat wear light cool clothing. Yes. Wear light and cool clothing. Okay. Drink lots of water. In extreme heat
تمام. close the windows. to stop the sun coming in. تمام طبعا. read the text ده homework. طيب reorder the words to make correct sentence. there مثلا okay. there might be very Yes. strong winds. تمام. There might be very strong winds. Number two, in In a sandstorm, cover yes your face. cover your face. عندك بقى and head ما استخدمتهاش، خلي بالك. In a storm. In a storm. And head mesh in تمام. a storm, cover your face and head. تمام. تأكدي ان انت استخدمتي كل الوردز اللي قدامك. تأكدي يا سلمى ما تنسيش النقطة دي. I I was at school with my yes classmates. excellent. Number four, they One second. They were driving through the desert. excellent. طيب important topics. كل ال important topics يا سلمى هتقريهم ليلة الامتحان. هتفتحي كده chapter chapter أو unit unit وتقري ال important topics. ليه؟ هو هيجيب لك مثلا كلام على التورنيدو. بس بصي يعني ايه تورنيدو دي هتبقى أقل واحدة. مثلا the weather in Egypt ممكن تيجي، إنما التورنيدو في حد ذاته لأ، دي صعب شوية إنها تيجي. يبقى الأقوى إن هي مثلا تيجي لك موضوع زي the weather in Egypt، الطقس في مصر. اقري. طيب how to protect yourself in a storm. ممكن تيجي هي. how to keep safe in extreme heat. ليه؟ لان هو جاب لك معلومات عنهم. تمام. فهتقري ليله الامتحان هتقري 1 3 4، هتفتحي يونت يونت كده وتشوفي المواضيع اللي كانت مهمه وتقري عنها. how to protect yourself in a storm ممكن يقول لك اكتبي عنها. تمام. طيب تعالي نشوف test 11. I usually chicken for lunch. I usually have chicken for lunch. تمام. How often does Noha her mom in the kitchen? Doesn't know her. Help. Helps. تمام. Number two. تمام. Number three. There might be very strong wind in the There might be very strong wind in the storm. yes. I saw the tornado and it was It was frightening. تمام. What was the weather? One second. What was the weather like last weekend? تمام. Like last weekend. تمام. The tornado was Frightening. تمام. The desert has The desert has a special لا a very special. صح. Very special climate. ليها طقس خاص بيها One طبعا. second. The summer became تمام. The very hot summer became a heat wave. heat wave. تمام. Rita, take a stand to answer the questions homework. تمام. طيب reorder. Drink. One second. Drink lots of water Yes. in extreme heat. تمام. Number two. What What was the weather like yesterday? What was تمام. Number three, the dessert. weather like yesterday? The dessert has a very special client. تمام. How often? Special client. How often does your friend play football? تمام.
من الباراجرافس المتوقعة هات تو كيب سيف ان ساند ستورم. الحاجات دي اللي انا متوقعه ان هيجي لك حاجه زي كده، هاو تو كيب سيف ان ساند ستورم. هيقول لك وير از كارف اير كونديشننج، راجعي كل المعلومات واعمليه، اكتبيه هوم ورك عشان تتمرني عليه. تمام. جميل. اه هاو تو كيب سيف ان ساند ستورم. تمام. طيب شو ذا كوركت انسر from A, B, C, or D. How often Gina do the washing up? How often does? Yes. Sarah walks to school. She always goes by car. Sarah never. هل برافو عليك، never walks to school، عمرها ما بتمشي المدرسة، هي دايما بتروح بالعربية. عشان دي In hot opposite weather دي ال opposite بتاع دي اه ما contrast، بيبقى اسمها contrast in the idea، عارفة اللي هو التضاد في الفكرة نفسها. تمام. عشان never never عمرها أبدا ما بتروح بالإيه، بالمشي على رجليها، فتبقى أكيد هي ساكنة بعيد فلازم تروح بالإيه، she always goes by car. يبقى كأن never ال contrast بتاع always مثلا، يعني never أبدا أبدا و always اللي هي إيه، دائما، صح كده. طيب number three، in hot weather you must stay in the yes shade. تمام الظل. Number four، he wears sunglasses through his eyes. protect تمام. طيب بقى نشوف الماتش ده، هو بيقولك مجمعها لك من ايه بقى، من امتحانات السنة اللي فاتت، اسكندرية والدقهلية والجيزة والقاهرة. طيب the weather is very hot during in summer in طب summer. تمام. it rains a lot. in winter تمام. close the windows. during storms تمام. in extreme heat where extreme heat heavy one second extreme heat yeah last one heavy clothes extreme heat يعني حرارة جامدة، هتلبسي heat clothes clothes clothes. one second هو extreme حاطط، خلي بالك هو لا حاططها لي دي heat تانية extreme weather بالظبط light clothes light clothes. طيب تمام، خلي بالك هو بقى حاطط لك دي زيادة عشان يلخبطك، خلي بالك. طيب reorder eat it is One second. okay. It is usually dry in desert. اه يعني انت اجين، معلش يا سلمى. It is usually dry in desert. It is usually dry in the desert. طيب ليه قلنا it is usually؟ طب ما انا ممكن احط it usually is. عشان verb to be دايما بيكون قبلي Yes, verb to be is proud of himself، ودايما بيختار ان هو اللي يقف الاول، هو بيقول لك لا انا هقف انا الاول، عشان كده هي it is usually، ما عمرها ابدا ما تكون it usually is. خلاص يبقى verb to be verb ايه، proud from العمل proud of himself، يبقى فخور كده بنفسه ومغرور، he is so proud of himself. خلاص يبقى it is usually dry in the desert. تمام برافو. Number two، eat. eat light meals in hot weather تمام، بس انت خلي بالك ما هلا استخدمتيش انا نسيت small. ايوه اه eat light small meals تمام، eat small. خلي بالك ايه، بصي هقولك على حاجة، هو ما حطش and بس حط بعد small comma، فاحنا هنقول ايه، eat small light، يبقى small الاول عشان comma light. تمام، عشان تبقى كده مش light small، لا eat small light meals in hot weather. تمام. طيب number three، how What would how فهمتيها؟ does I ثانية واحدة أفهم. تمام. how often does
هي ايه؟ go to school. go تمام. How often does he go to school؟ لا انا بقول لك على نمبر 2، فهمتي؟ احنا ليه small الاول أيوة عشان عشان بعد بعدين كمان. الكوما، عشان هو ما حطلكيش كلمة and، أيوة عشان جيت and وحط ايه كوما. أيوة. تمام. نمبر 4 the The temperature goes very hot. تمام. Stop here, listen, read and complete the dialogue and protect electric shock. أماني، أنا هبقى أماني، ماشي؟ وأنت خليكي ريهام. Do you know what happens in a storm? Yes, I do. There might be very strong winds. Can we go outside in a storm? No, it might not be safe because electric wires could fall. How can we ourselves? Protect. Yes, we shouldn't stand near electric wires. They could give us an electric. Shock. Excellent. We need trains a lot. There is a Not. لما هي بتمطر بشدة يعني، فبيبقى فيه ايه؟ sand storm flood heat wave there is a Look. yes flood. تمام. Number two there is a I feel the heat of the sun. There is heat wave. Yes, I'm never late for our English as I am on time. I'm usually, not always, always. ليه احنا yes always، احنا قلنا always اللي هي 100% هي العكس بتاع never. تمام. My sister often a book in the evening. My sister often reads. Yes, I always have lunch at home so I go to the restaurants. Have lunch at home, so I never. Excellent, excellent. طيب ده language focus. The past continuous tense. احنا كنا شرحناه، كنا شرحنا the present simple وال adverbs of frequency. طيب October test. يلا choose the correct answer from A, B, C or D. We buy fruits and vegetables at the Market. Yes, we use milk to make. One second, بس هجيب البيج. Yes, okay. We use milk to make yogurt. They are bad at They are bad at painting. A, B, C. Yes, A, B, C or D. A. A. Don't forget bad at and good at. يبقى هنختار الناون اللي فيه الاي ان جي. تمام. Don't forget، لو انا حاطط لك bad at او good at يبقى هتختاري الناون اللي فيه اخره ايه؟ ING. إيه سوري، الفيرب في اخره اي ان جي. تمام. طيب I bought a bag leather small leather new small leather leather black. Small laser. Small later إلى حد ما هي تقريبا. طيب number four chicken is my favorite. Chicken is my favorite healthy food. Yes, how about having Fish for lunch. تمام. I'm good at Swimming. the shoemaker uses leather. To make shoes. Yes, the order. He He sells onions at the market. Yes, what? Market. What would you like for lunch? Yes. What? Excellent. I صح. What would you like for lunch? I I do on لا أنت I do on cartoon. I do on
I do karate on Yes. my own. Yes, I. I do karate on my own. تمام. Number four, I. One second. I do Okay. karate on my لا own. هي خلاص صح، نمبر 3 صح، انت أنا عملتيها بس خلاص كنت صح. بحلها في الكتاب. تكتبيها؟ طب اتس اوكي. أنا مش بحب أسيب حاجة. طيب تمام كويس. I need to back my sneakers. I need to back my sneakers. Excellent, excellent. طيب هنا number 3. Plants need and water to grow. البلانس بيحتاج ايه وميه عشان ينمو؟ I need sunlight. تمام. We must our homework. Must do. Yes. They are buzzing all the day. Peace. Yes. What were you at 4 p.m. yesterday? What were you doing? Do Wait. هخنقك. One second. Doing. هخنقك. ده انا حدد لي الساعة كام؟ انت قول. ايوه بالظبط، انا قلت لك امبارح yesterday at 4 p.m. yesterday، يبقى what were you doing. doing. تمام. انا بقولها بس حضرتك سمعتها دي. والله اصل انت بتقولي، اصل انت صوتك واطي قوي يا سلمى، انا بسمعها do what were you do. لا حاضر هي حاضر. doing علشان انا حددت امبارح امتى حصل، امبارح yesterday حددت لك بالساعه، يبقى خلي بالك بنستخدم الايه البريزنت، سوري الباست كونتينوس. ايوه تمام. انا قاعدة بقولها حضرتك مش سامعاني والله كويس. والله ما اصل صوتك واطي قوي يا سلمى، صوتك كده بتقوليها كده برقه كده فاهمه، فانا مش سامعه خلاص. خلاص حصل خير، حصل خير خلاص، ما فيش مشكلة. طيب نمبر 4، read and match A with B. scribes، فاكرة scribes دول كانوا ايه يا سلمى؟ كتاب بالظبط scribes كانوا بيعملوا ايه؟ write everything down. تمام، write everything down. تمام. ecotourists don't like، خلي بالك ecotourists اللي هي السياحة البيئية. Travel by plane. تمام. Don't Restaurant. like to travel by plane. تمام. I want to be. A teacher. تمام. The sun is. Shine. Excellent. Type. Read the text and answer the questions. كل ده طبعا homework. Reorder the words to make correct sentence. يلا بسرعة يا سلمى. I. I want to be a vet. تمام. Number two, tourism. Tourism is important for it is very important. Yes, it's very important. Very important for Egypt. تمام. Ancient. Ancient Egyptians Yes. were very successful. تمام. Number four, what? What are you doing? تمام. تعالي بقى بصي يا سلمى، الايميل طبعا انا عندي from وعندي to وعندي subject، يبقى from بكتب فيها اللي هو my name my، يعني. from اللي هو من مين. تمام. فبكتب الايه اللي هو my name. تمام. to اللي هو لمين، لمين للشخص اللي انا هكتب له. طيب subject. الموضوع تمام. الموضوع. طيب ما تنسيش تراجعي على الكلمات اللي احنا اللي هو hello how are you how are things والامضة اللي تحت والحاجات دي انا بالقامة حفظتها. بقى والمكان بتاعهم. تمام. حلو قوي اهو. لا ده مش واحد لا. special trip. ودي الرسالة dear I want to، كيف كتابة الرسالة النصية dear I want to، بعد كده تكتبي الموضوع
What do you think؟ ماذا تعتقد في الموضوع اللي هو موضوع الرسالة؟ I hope you like my ideas. أتمنى إن أفكاري تعجبك. Your name. زي الرسالة النصية اللي هو كاتبها لك number 3. Dear class. ممكن بس احتمال ضعيف قوي. بس خلينا في السيف سايد. هي بصي احتمال ضعيف قوي إنها دي. خلينا في السيف سايد نبص عليها. Dear class. ممكن أكتب مثلا بدلها Dear منى. أو حسب الشخص. I want to tell you how to stay healthy. عايزة أقول لك إزاي تبقى healthy صحي. First, we should eat healthy food. Eat fruit and vegetables are very important for our bodies. We shouldn't have much sweets. Secondly, we should do exercises every day to keep fit. Finally, we should sleep well and drink much water. I hope you like my ideas. نادر. اللي يهمني بقى في كل ده الصيغة نفسها بتاعة الكتابة النصية. تمام، يعني ان انا اكتب دير فلان وتعملي بعدها كوما، يبقى السطر اللي وراها I want to على طول. انا عاوز ايه؟ انا عاوز اقول لك او عايز ببعت لك عشان اقول لك كذا. I want to وتخشي في الموضوع. ليش خلاص. نعم. على كونكت بلس كان جالي باراجراف about farmers in Egypt. تمام، كان سهل بالنسبة لك؟ ايه كان سهل. كان جايب لي برضه كويستشنز اعمل عليه الباراجراف. تمام، انا زودت حاجات من عندي. هو طلب مني برافو فيه عليك، كورس انا كتبت له 60. برافو عليك، برافو عليك، هايل. خلاص، خليكي بقى الجملة اللي في الآخر دي احفظيها. I hope you like my ideas. اكتبيها زي ما هي كده، يعني ما تحاوليش انك انت ايه تغيري فيها حاجة. I hope you like my ideas. أتمنى ان افكاري تكون عجبتك. وبعدها exclamation mark، تمام، هي علامة التعجب دي. ويور نيم، تكتبي اسمك نادر، منى، هدى، اي حاجه. عايز اسالك على حاجه سلمى مهمه. احنا دي الامتحان ولا كده خلاص؟ ذا لاست تايم. أنا ممكن آخد سيشن بكرة. بكرة النهاردة كان بكره؟ النهاردة السبت. أنا ممكن آخد سيشن يوم الاثنين بعد بكرة. يوم الاثنين. هو امتحانك يوم الثلاث ولا يوم الاربعاء؟ تلات ثلاثة. هتاخدي سيشن يوم الاثنين. أنا ممكن مامتي طيب بتقولي ابقي ابعت. شوف بقى. طيب خلاص، اوكي، ابقي ابعتي لي وقولي لي يا سلمى. لو ما خدناش يبقى انت هتقري كل التوبكس اللي قلت لك عليها، وهتبداي تحلي كل الحاجات اللي ناقصاكي في الكتاب، تبداي انك انت تحليها. ولو في حاجة وقفت قصادك ابعتي لي وقولي لي، أو حاجة أنت مش متأكدة منها ابعتي لي برضه واسأليني فيها. لو المدرسة بعتلك مثلا شيتس مثلا أو نماذج معينة ابعتيها، حليها وابعتيها كده يعني. خلاص، يبقى أنا كده قلت لك كل الإيه، كل النقط المهمة. طيب ميس، أنا ممكن أخلف في الأسيستمنت بتاع كونكت اللي هو النوت بوك. لا 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 لا، ده عبيط قوي يا سلمى. لا لا، انا ممكن المدرسه مش بعتلك اي شيتس. لا هما مثلا بيبعتولي في الاي سي تي المهارات اي سي تي. المهمة طب كده. خلاص، انا هبعت لك. بصي، انا هبعت لك اول ما هنخلص هبعت لك كتاب تاني تحلي فيه، اللي هو الفاينل ريفيجن بتاع ستيب اهيد. خلاص، هدي حلي فيه. استباهد بيجي منه. حاطط كمية ريفيجن كتيرة قوي. أكيد أكيد، مع البراكس هيخلي فيه أفكار معينة تبقى في دماغك جاهزة، طبعا مع كل المذاكرة اللي احنا ذاكرناها ديت يعني. أيوة خلاص، احنا خلاص الكتاب أهو خلص وحلينا كله. بصي أهو خلاص. ميس، أنا كنت في كونكت بلس وحليت لي امتحان المحافظات جبرن ريت، حليت لي كتير حليتي منها كتير؟ وجالي حاجات منهم كتيرة. طيب تمام، كويس، تمام. في خلاص، كتاب انا هبعت لك في الكونكت، هبعت لك اللي هو الكتاب اللي قلت لك عليه دوت، تبقي حل منه. اوكي اوكي تمام، اوكي، يلا، جود باي حبيبتي، بالضبط. يلا بنجاح والتوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام يا روحي.